فرنسا في ملفنا الثالث، شهدت المناطق المختلفة في فرنسا إضرابات غدا تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، وتعيش حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن في حالة من التأهب في انتظار أن تقدم المعارضة اقتراحا أو أكثر لحجب الثقة عن الحكومة. من باريس ينضم إلينا مراسلنا محمد الحاجي. أهلا بك محمد. الأمور تكبر ككرة ثلج في فرنسا، أوجز لنا السيناريوهات المحتملة الآن. بالفعل رويدة، عدة أحزاب سياسية قدمت مطالب من أجل حل الحكومة، وبالتالي بات رأس إليزابيث بورن اليوم مطلوبا لأنها مررت قانونا دون التصويت عليه من قبل البرلمان، متسلحة بمادة سحرية دستورية هي الفقرة الثالثة من مادة 49 من الدستور، وهذا ما أثار حافظة النقابات والأحزاب السياسية. اليوم باتت الحكومة مع الرئيس ماكرون، كلهم معزولون اليوم، ولا أحد ولا حليف لهم، حتى من كان يعتقد ماكرون بأنه إلى جانبه من أحزاب يمين الوسط تركته وحيدا ولم تصوت في البرلمان. اليوم على المستوى الميداني عدة مظاهرات في عدة مدن، قطع طرقات ومداخل العاصمة الفرنسية، كما تشاهدين هنا خلفي في ساحة لاكونكورد أمام البرلمان. الشرطة اليوم تمنع أي متظاهر من الوصول إلى هنا. البارحة ليلا كان هناك هرج ومرج في هذه الساحة واعتقالات بالجملة، أكثر من 200 شخص تم توقيفهم، وأيضا تم حرق العديد من أكياس القمامة المكدسة بفعل إضراب عمال القطاع، وأيضا تكسير واجهات المحلات. اليوم بات واضحا لدى النقابات والأحزاب السياسية بأنه لا جدوى من التعاطي مع الرئيس الفرنسي بهذه الطريقة، يجب تعطيل البلاد على كافة الأصعدة من أجل الحصول على الحقوق وتوقيف إلغاء هذا القانون المثير للجدل والظالم بحسب غالبية الفرنسيين الذين يخرجون أسبوعيا بالملايين إلى الشارع الفرنسي. يوم الخميس القادم هناك مظاهرة ضخمة مليونية في كل المدن الفرنسية ضد هذا المشروع. أوجزنا مجمل ما حصل اليوم من أحداث سياسية وميدانية في التقرير التالي، فنتابع معه. لا مجال للتراجع عن رفض قانون إصلاح التقاعد، قرار اتخذته النقابات الفرنسية ضد تمرير القانون دون التصويت عليه في البرلمان. منذ الساعات الصباح الأولى قطع محتجون ونقابيون الطرقات الرئيسية المؤدية إلى العاصمة باريس. ما حصل برأيهم كارثة بحق الديمقراطية، لأن الحكومة لم تستمع لرأي الأغلبية الرافضة لإصلاح قانون يتعلق مباشرة بمستقبلهم التقاعدي. نتظاهر بهدوء وهذا شيء إيجابي. نرفض هذا المشروع منذ شهرين ونحن نرفضه في الشارع. نحن هنا لرفض تمريره ورفض قرار الحكومة باستخدام صلاحياتها بشكل غير ديمقراطي. سياسيا المعارضة في صف واحد ضد الحكومة. توالت طلبات حجب الثقة التي تقدمت بها أحزاب سياسية لإسقاط حكومة إليزابيث بورن. أقصى اليمين وأقصى اليسار اتحدا على إسقاط الحكومة برغم اختلافهما الإيديولوجي. أحزاب وتكتلات برلمانية أخرى لم تتوانى عن إعلان موقفها الصريح في وجه الحكومة. طلب حجب الثقة له معنى، ويجب أن يصوت كل النواب عليه. لذلك أدعو الزملاء المترددين للتصويت على حجب الثقة. أسرعوا لإسقاط هذه الحكومة. إنها نكسة لحكم ماكرون، هكذا وصف محتجون ما حصل في البرلمان. ماكرون ضرب بعرض الحائط كل المظاهرات المليونية التي عمت البلاد. أشعر بالاشمئزاز، كل المظاهرات التي حشدناها سابقا لم تثمر. الرأي العام لم يستطع إقناع الحكومة في العدول عن قرارها الظالم. إنها إهانة للديمقراطية. من يزرع الفوضى يحصد المقاطعة، هكذا ردد أغلب نواب المعارضة اليوم في وجه الحكومة. ماكرون بنظرهم بات معزولا، ولم يعد يتمتع كما في السابق بالأغلبية التي كانت تمنحه الحكمة شبه المطلق.
دخلت فرنسا فعليا في نفق سياسي مظلم. المعارضة تطالب بإسقاط الحكومة، وماكرون صاحب الشعبية المتهاوية يهدد بحل البرلمان، والنقابة ما زالت مصرة على إسقاط قانون إصلاح التقاعد لمخالفته القواعد الدستورية والديمقراطية كما تقول، بينما يحافظ الشارع على روح التظاهر دون توقف. محمد الحجي، العربي، باريس. شكرا لمحمد الحاجي مراسلنا من فرنسا على مداخلته وعلى التقرير الذي أوجز لنا.